عليكم، مرحبا بكم، معكم وفاء من مجوهرات فتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم جبت لكم هاد لاباك دمارياج خطيره جدا، كتجي على هاد الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم، والثمن ديالها غزال بالنسبه للناس اللي كيبغوا لاباك دمارياج على هاد الشكل هذا. شي حاجه زويونه. دابا غادي نشوفوها عنقاو كيفاش كتجي باش تبان لينا مزيان. بالنسبه للاباك على هاد الشكل هذا، فيها هنا حجيرات بيان سيغتي ولا ليونس سوليتير ديالو، كيجي سوليتير خطير جدا على هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون واضح بالنسبة ليكم اللور ديالو على هاد الشكل هذا. هكا الشكل ديال لاباك دمارياج اللي اقترحت عليكم اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيجي على هاد الشكل هذا. بالنسبة لهاد لاطاي راها كبيرة عليا البنات، غادي نحاول نلبسها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه. بالنسبه للبسه ديال هذا المغياج، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي عاطيه شي حاجه زويونه في المنظر. هكا الشكل ديالها، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. كتجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نوريكم باك دمارياج وحده اخرى اللي كتجي على هذا الشكل هذا. هذا الستيل ديالو وهذا الستيل ديالو، كل واحد والستيل ديالو. هكا كنتمنى تكون واضحه بالنسبه ليكم. حتى هذا كيجي في اللبسه ديالو شي حاجه زويونه. هكا كاين هذا باش يبان لكم حتى هو الفرق بيناتو، باش تعرفوا تختاروا وتعزلوا شي حاجه زويونه. هكا كنتمنى لي باك دمارياج اللي اقترحت عليكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالك، وبالصحه والراحه.